هذه هي مادلين كلاب، الفتاة التي كانت تحلم بأن تصبح مصممة أزياء قبل أن يدفعها الفقر وسوء الحال إلى التصميم على كسر كل القواعد الغزية مقابل تحصيل لقمة العيش. مادلين صممت لوحة فريدة في هذا البحر المحاصر، فهي اليوم الصيادة الوحيدة في قطاع غزة، ويعتقد أنها أصغر صيادة في العالم. أول ما نزلت على البحر كان عمري 6 سنين، نزلت حتى أساعد والدي. لما صار عمري 13 سنة والدي تعب وصار إنه مش قادر ينزل البحر، اضطريت إني أنزل أساعده لأن أنا الكبيرة في البيت ولأنه البحر مصدر رزقنا الوحيد. لم يعد لدى مادلين وقت كي تذهب إلى المدرسة، لكنها تدرس منزليا. هي أكبر إخوتها سنا وأجبرت على الاطلاع بمسؤولية منزلهم بعد أن أصيب والدها بنوع من الشلل. وين ضمير الناس يعني أنه تساعد إنسان تعبان ومشغل بنته في بحر بتقاسي وبتتعب في البحر وبتغطس وبتطلع عشان تجيب قوتها؟ أنا ما نزلتها، يعني ضعف مني نزلتها عشان أنا مش قادر أعيشهم. فهي قالت لي يابا أنا بخش البحر عشان ما نحتاجش الناس ولا نمد ايدنا للناس. كبرت لها امنياتها كثيرة، وانا امنياتي في الحياة ان اخوضها يعني زي ما هي، يكون لي بيت وتكون لي اسرة، وطبعا احاول قدر امكان لحد اخر يوم في عمري ما اساعد في والدي واساعد في اخوتي. وضعت مادلين اذن احلامها قيد التأجيل، عسى ان يتغير الحال. عندما فرض محاصرو غزة حصارهم عليها هدفوا من ورائه إلى تضييق أي أفق للإبداع فيها، لكن ظروف الحصار دفعت بمادلين لأن تكبر قبل أوانها وأن تشكل حالة إبداعية مميزة، حالة إبداعية ليست استثنائية، ففي بر غزة كما في بحرها. هنا لن يتغير في المشهد سوى الأرض والمحراث، فبر غزة يحمل من المآسي الإبداعية أو الإبداعات المأساوية ما يحمله بحرها. قصة دينا لا تختلف بمسبباتها كثيرا عن قصة مادلين، فهذه الفتاة وجدت ايضا نفسها حاملة لجزء من مسؤولية عائلتها بسبب ظروف عيشهم القاسية. كنت اشوف اخواتي ولهيك تعلمت منهم، صرت احبها زي ما هم كانوا يحبوها، صرت احرط على الجرار دايما. كثير من صحباتي بيصير يحكوا لي ان ليش انا هلقيت بعمل في الارض، المستقبل تقدم وصاروا البنات يعملوا أشياء غير هيك. كان أنا بحكي لهم أنا هذه هوايتي وأنا هيك أنا بحبها، ولو ما أنا أسير في المستقبل بدي أصير إشي أنا اللي بدي إياه. هو عمل مرهق وخطر في بعض الأحيان لا شك، لكنه الوسيلة الوحيدة لتأمين طعام العشاء لأسرتين أوقع فيهما الحصار من آثاره الكثير. إنهن فتيات غزة وقد كبرن قبل الأوان. محمد المدهون، قناة الجديد، غزة، فلسطين.